أنتقل بعد إذن حضراتكم إلى العنصر الثالث أو الهدف الثالث من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا هو الهدف الأهم لأنه هذا هو الذي يتعلق ببناء الإنسان المصري كما تفضل سيادة الرئيس في مستهل الجلسة، ومبادرات بناء القدرات الرقمية وصقل مهارات أولادنا للمنافسة بفعالية في سوق العمل سواء في مصر أو خارجها. هذه يعني الاستراتيجية تنقسم إلى محورين أساسيين: الصقل وتكثيف المهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل، ورعاية الفكر الابتكاري والأداء الخلاق وريادة الأعمال للشباب المبدع من شبابنا المصري. التدريب الحقيقة كان الهدف منه في يعني بداية وضع الاستراتيجية هو مشروعات الرقمنة، أن نخلق جيلاً جديداً قادراً على أن ينفذ مشروعات التحول الرقمي سواء تلك التي تجرى داخل جمهورية مصر العربية أو في الدول الأخرى، كل الدول تتسابق لرقمنة إجراءاتها. فبدأنا في بناء جيل جديد يستطيع أن يعني يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مستنداً إلى علم وخبرة ومعرفة. لكن الحقيقة اقترن بهذا الهدف المهم هدفان آخران. الهدف الأول منها هو قطاع المهنيين المستقلين. يعني لو جاز لي أن أشرح بسرعة، هذا الاتجاه بدأ عالمياً منذ بضعة سنوات، هو أن يعمل شخص يقيم في دولة في مشروعات رقمنة في دولة أخرى على اختلاف أطياف وخدمات هذه المشروعات، من مشاريع برمجة أو إقامة مواقع أو رقمنة أو خدمات رقمية بمختلف أشكالها. الحقيقة الاتجاه ده بدأ منذ سنوات، ولكن تصارعت خطاه بشكل كبير جدا مع بداية الجائحة، وأصبح قوام هذا القطاع 5 مليار دولار وبينمو بنسب تصل إلى 20% كل عام. لذا كان لزام علينا أن نؤهل شبابنا لكي يحصل على نصيبه العادل من هذا القطاع. وبالفعل بدأنا خطة لتدريب شبابنا بالذات على مهارات العمل الحر كمهنيين مستقلين منذ عام 2020. يمكن مبادرة واحدة أذكرها لحضراتكم، كلفتها الاستثمارية 13 مليون دولار. الشباب الذي تلقى هذا التدريب استطاع أن يصدر خدمات رقمية في عام واحد ب 130 مليون دولار. يعني ما استثمر في تدريب الشباب صدر 10 أضعافه في عام واحد. طبعاً مستمرون في تكثيف والتوسع في قاعدة الكوادر والمهارات من شبابنا داخل مصر. هذا الحقيقة لفت أنظار الشركات العالمية العاملة في هذا المجال للاستفادة من هذا الوعاء الذي بات يتوسع من مختلف المهارات الرقمية. فبدأنا في إنشاء مراكز تميز تابعة للشركات العالمية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ من خلال هذه المراكز مشروعات رقمنة في دول أخرى. فأصبحنا نجمع ما بين تصدير صادرات رقمية من خلال أفراد ثم بشكل مؤسسي من خلال مراكز التميز التي تقيمها هذه الشركات. وضعنا استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية لها الحقيقة ثلاث سمات أساسية. السمة الأولى أن تبدأ بمجموعة من الفرص التدريبية قصيرة في مدتها تستطيع أن تؤهل شبابنا للمنافسة في سوق العمل بعد فترة تتراوح من 6 أسابيع إلى 3 شهور. ثم تتدرج هذه الفرص التدريبية في التعمق والتخصص حتى تصل إلى تخصصات رفيعة القيمة وتحتاج إلى خبرات متعمقة كتصميم الدوائر الإلكترونية، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرامج المدمجة وغيرها من هذه التخصصات الدقيقة عالية القيمة. فالحقيقة يعني الهدف أنه يكون لدينا فرص تدريبية لكل أطياف شبابنا من خلال هذه المنظومة. السمة الثانية الحقيقة كانت وضع مجموعة من المحددات التي تحكم إطلاق كل مبادرة من المبادرات التي نطلقها.
أولى هذه المحاضرات الشمول أن تتنوع طرق تقديم المبادرة التدريبية بين النظام التقليدي فاصل به يعني مدرب ومتدربين وبين النظام الرقمي الذي يتيح للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية أن يتلقوا هذا التدريب دون عناء سفر أو انتقال لمكان إقامة التدريب. أيضاً يمنح مرونة في قدرتهم على تلقي التدريب والموائمة بينه وبين يعني أي أعباء أخرى كأعباء دراسة أو عمل أو أعباء أسرية، وإن شاء الله يعني صنارة النماذج استفادت من هذا الأسلوب في باقي الجلسة إن شاء الله. السمة الثانية الجودة. كل المبادرات التدريبية التي نطلقها دون استثناء نتعاون فيها إما مع جامعات عالمية ذات سمعة رفيعة متخصصة في مجال التدريب أو الشركات العالمية الرائدة في مجالها، نتعاون معها في تصميم المناهج وتقنيات التدريب لكي نتأكد من أنه يعني لدى شبابنا فرصة على أعلى مستوى لكي يتلقى تدريبا. أيضا التخصصات، دوما نبحث عن التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل المتطورة كتلك التي يعني معروضة أمام حضراتكم، الفنون الرقمية، التكنولوجيا المالية، الأتمتة وغيرها، لكي نؤهل شبابنا للمنافسة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية. كذلك نقرن الخبرة العملية والتدريب الميداني بالتدريب الأكاديمي والتقني داخل الفصول لكي نمزج ما بين الحسنين للمتدرب، يكون لديه خبرة تقنية وأيضاً خبرة عملية تؤهلهم للالتحاق بالعمل بسهولة. كذلك نحرص على بناء مصفوفة مهارات متكاملة لا تقتصر على مهارات تقنية فقط وإنما مهارات شخصية أيضاً، مهارة العرض، مهارة التواصل، العمل الجمعي، إدارة فريق، التفاوض، حتى مهارات اللغوية، اللغة الإنجليزية ندعمها لكي يستطيع الشباب أن يلتحق بعمل ويتواصل مع جهات أخرى. السمة الثالثة أو المحدد الثالث لاستراتيجية بناء القدرات التي يعني نحاول تنفيذها هي المسار التدريبي. رعينا أن يكون متنوعاً ومتكاملاً يناسب كل أطياف شبابنا. لدينا مجموعة من المبادرات تستهدف خريجي الكليات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصقل مهاراتهم وتعميق خبراتهم. لدينا مجموعة أخرى من المبادرات التدريبية تستهدف خريجي باقي الكليات سواء الذين يرغبون في تحويل مسارهم المهني إلى مسار متعلق بالتكنولوجيا أو الذين يرغبون في إتقان التكنولوجيا لممارسة أعمالهم أيا كانت بشكل أكثر فعالية. أيضا لدينا تعليم أكاديمي متخصص ولدينا مبادرات تدريب لأبنائنا من الطلبة في مختلف مراحل التعليم المدرسية والجامعية. يعني في عجالة شديدة أستعرض أمام حضراتكم أمثلة سريعة لهذه المبادرات. يمكن الأول مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية. هذه المدارس الهدف منها هو تغيير الصورة النمطية للتقني في مصر وإنتاج جيل جديد من التقنيين الذين يتلقون تعليماً في المرحلة الثانوية من أولى ثانوي إلى ثالثة ثانوي في معامل على أعلى مستوى تقني، كما قلت يقترن هذا بتدريب ميداني في شركات الاتصالات العاملة في مصر ليخرج الطالب بعد ثلاث سنوات جاهز لسوق العمل قادر على المنافسة فيه. بدأنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا النموذج بمدرسة واحدة قبل عامين، ثم زدناها إلى ست مدارس في القاهرة والإسكندرية والدقهلية والجيزة والمنيا والسويس. الكلفة الإجمالية الاستثمارية لهذه المدارس الستة 300 مليون جنيه ولدينا كلفة تشغيلية 300 مليون جنيه كل سنة لهذه المدارس.